منتخب مصر فاز امبارح على المنتخب السنغالي بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب في المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية النهائية لكأس العالم. نقدر نقول إنها كانت مباراة حماسية بامتياز، قطعنا مسافة مش بطالة وكان نفسنا في نتيجة أكبر لكن مفيش نصيب. على كل حال خلينا نشكر رجالة منتخبنا الوطني على الأداء البطولي اللي قدموه، الروح المعنوية القوية اللي ظهروا بيها، والإصرار اللي احنا شفناه امبارح في كل هجمة كانوا بينفذوها عشان يهزوا شباك المنتخب السنغالي. منتخب السنغال خصم مش سهل، لازم نبقى عارفين ولازم نبقى عاملين حسابنا ان احنا نرفع معنويات لاعبتنا في مباراة العودة ونكون وراهم وفي ظهرهم. عندنا لسه 90 دقيقة في السنغال، 90 دقيقة هما اللي نقدر نقول عليهم دقايق الحسم، دقايق الصعود، دقايق النصر. كلنا وراكم، 100 مليون مصري هيشجعوكم وهيهتفوا باسم كل واحد فيكم بعد ما ترجعوا ومعاكم تذكره الصعود للمونديال. يلا فرحونا ان شاء الله باذن الله يكون مباراه باذن الله في صالحنا ونعمل مباراه تفوق الاداء الفني في المباراه بتاعه الذهاب. كلنا ورا رجاله المنتخب، احنا شفنا امبارح اداء رجولي واداء بطولي من كل لاعب، من 11 لاعب اللي كانوا موجودين في ارض الملعب. يعني كان هدفنا هو ان احنا نخرج من غير ما نستقبل اي هدف، وفي نفس الوقت ان احنا نزود حصيله الاهداف. لما بنقول ان هم رجاله وابطال في الملعب فاحنا مش بنقول كلمه كده وخلاص، لا، احنا استمدينا هذه الكلمه من قوه الاصرار اللي كانت ظاهره على اداء لاعبتنا امبارح، خصوصا طبعا يعني اللاعب محمد عبد المنعم. الراجل ده كل التحيه ليه، راجل محترم جدا، كان مصر ان هو يكمل المباراه رغم اصابته الشديده اللي تعرض لها امبارح، واحنا شفناه بينزف وتعبان ويطلع وينزل يقول لا انا عايز اكمل، انا عايز اكمل. هي دي الرجوله والاداء البطولي اللي احنا عايزين نشوفه في الملعب. عايز اقول كمان ان منتخب مصر كسر قاعده مهمه جدا، قاعده تفوق منتخبات التصنيف الاول على التصنيف الثاني بعد الفوز على السنغال امبارح. منتخبنا حقق الفوز الوحيد لاصحاب التصنيف الثاني على اصحاب التصنيف الاول، ومفيش اي منتخب من التصنيف الثاني فاز غير منتخبنا الوطني. كل التوفيق لمنتخبنا في مباراه يوم الثلاثاء اللي جاي، هتبقى مباراه بالتاكيد مش سهله، لكن بالتاكيد كارلوس كيروش محضر اوراقه ودرس المباراه كويس وعرف نقاط القوه ونقاط الضعف عنده، وفي نفس الوقت كمان درس الخصم كويس، وان شاء الله باذن الله هنصعد كاس عالم. يا رب نفرح. ان شاء الله باذن الله تكون مباراه كلها نشوف فيها اداء كويس وان شاء الله باذن الله نفرح. بنصبح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.